اعتقد يا فندم ان هو يعني لما لقى موقفه ضعيف او الاخبار اللي وردت لينا وبرضه حضرتك صحح لنا ان الفريق الدفاع الخاص باللعيب لما لقى موقفه ضعيف قدم اوراق بتقول ان هو كان عنده مرض نفسي في الفتره من 2013 ل 2015 وان المرض ده عوده مره اخرى، هل الكلام ده مظبوط وصحيح يا فندم؟ هو حضرتك قدم للفيفا فعلا كدفاع ليه على الكيس اللي احنا عملناه له، الدعوه اللي احنا عملناها له، ان هو كان مريض فعلا نفسيا من الفتره من 2013 2015، وان هو اتعالج وبعد كده عوده المرض ده لما جه واندمج في مع الفريق في جمهوريه مصر العربيه، وده كان سبب ادعى نيمسي. فانا ردينا على الكلام ده وقلنا ان هو باعترافه ده بيكون ادخل الغش والتدليس على النادي الاهلي، مظبوط، لان هو كان المفروض يكون امين عليه عند التعاقد ويقول يا جماعه خلي بالكم انا كنت مصاب بكذا في كذا وتعالجت منه، فاحنا نقبل او ما نقبلش. وللاسف هو اخفى عننا هذه المعلومه، فهي كده هو بحضرتك بيدين نفسه بنفسه. طب تفتكر بقى يعني الكلام ده هينطلي على الفيفا او على هو حلمي عايز تاخدها في سكه ايه؟ طب اما انت مريض نفسي يبقى انت والوكيل بتاعك غشيته النادي الاهلي، لان ده كان ينبغي ان يكون موضوع في الاعتبار، لان كل عمليه انتقال الراجل ده كانت غريبه قوي، والناس تقول لعيب بالسي في القوي ده ازاي مش بيستنى في حته مره واحده، وازاي بيجي مره يقولوا يدفع فيه المبلغ الكبير ده، مره يقولوا لعيب القيمه دي بعد ما بتاع جيب المبلغ الصغير ده، لحد ما عمل التصرف الغريب برضه، ما هو كل تصرفاته غريبه. فاذا كان مريض نفسي كان ادخل الغش والتدليس ده، دي عباره انت بقى، انت والله انت شكلك معاك حقوق، كل ما اقول لك حاجه تقول لي اصل انا عندي خبره في الحته دي، ما تحكي لنا انت. عموما هنشوف الامر هيوصل لفين، لكنه من المؤكد انه كوليبالي ما ينفعش يرجع يلعب في النادي الاهلي تاني، لان الناس كانت ناس كتيره اتكلمت قبل كده حاولوا يوعزوا بانه الزمالك بيفاوضوا، قال يعني ممكن الاهلي يتحرك، اللي اللاعب ارتكبه ما ينفعش انه يرجع يلبس فانيله النادي الاهلي تاني، لكن كمان ما ينفعش ان النادي الاهلي يفرط في حقوقه، فالاهلي مستمر في هذه الدعوه للحفاظ على حقوقه كامله تجاه هذا اللاعب، لانه مش بس مجرد لاعب هرب، ده بتوقيت خطير جدا، في توقيت وبعد كده يكتب كلام خطير جدا بحق مصر وبحق النادي وبحق الاداره وبحق زمايله وبحق الناس اللي تعاملت معاه على افضل واكمل وجه، يتعامل بهذا الشكل تماما ويقدم اوراق للفيفا يتهم فيها مصر بعدم الامان وبالعنصريه وبالانه مش عارف يصلي، يا عم دي حيله غبيه، لان في كام لعيب افريقي في مصر، ما الكل رد عليه وكذبه.